يا ترى ايه احسن بلاسيه؟ بلاسيه الكروشيه العادي، ولا بلاسيه الكروشيه اللي من النوع ده، بلاسيه الكروشيه التونسي، ولا بلاسيه التريكو؟ انهي احلى؟ استخدم مين فيهم؟ ايه كل اللخبطه دي؟ ايه رايكم النهارده نعرف فكره جديده ونعرف نستخدم انهي بلاسيه في اي وقت تحديدا؟ يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم وفكرة جديدة. النهاردة هتكلم معاكم عن سؤال اغلب الوقت بتسأله، وهو البلاسيه. استخدم انهي بلاسيه؟ البلاسيه بتاع الكروشيه التونسي يطلع حلو، ولا استخدم البلاسيه اللي انا متعودة عليه في الكروشيه العادي؟ ولو بعرف تريكو خليني معاه، ولا اروح للكروشيه التونسي واعمل البلاسيه بتاعه مع قطعة تونسي؟ حاجة كده مربكة، صح؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. اول حاجه بلاسيه الكروشيه العادي. في البلاسيه ده واحنا عملناه في حاجات كتيره، وعملناه في ايس كابات، فعليا عملي ومقضي الغرض ومفيهوش اي مشكله، وبيطلع شكله حلو قوي، بالذات لو طويل قوي بيطلع افضل وشكله احلى. البلاسيه من النوع ده مثلا بيضم، وانا مش عايزه اعمله، وعايزه اعمل بلاسيه يكون مفرود كده وشكل بلاسيه بس، ويديني الغرض وخلاص. هو البلاسيه ده ايه؟ ده غرزة كنا اخدناها كبديل للغرزة العدلة التانية، وهي فعليا مطاطي جدا اهي، شايفين؟ تقدري تعملي منها كوفية، وتقدري تعمليها بلاسيه. انا دايما بعملها بلاسيه، هتشوفوها في كارديجان الشتاء، وشفتوها في الكارديجان ده، وزي ما انتوا شايفينها دلوقتي قدامكم، هي فعليا بلاسيه وتحفة. تقدري تعمليها، ودي بتكون شبيهة جدا للملابس الجاهزة اكتر منها لبلاسيه الكروشيه التقليدي اللي احنا عارفينه وحافظينه. طيب انا عايزة اعمل حاجة يكون ليها تأثير التريكو كده، ويكون شكلها حلو قوي، وعايزاها كده تكون مفيش اختلاف بينها وبين الجاهز. روحي على بلاسيه الكروشيه التونسي. بلاسيه الكروشيه التونسي مش هيكون مطاط بالطريقة دي، ولكن هيديكي شكل تأثير الملابس الجاهزة. ومشكلته الوحيدة ان هو بيفضل على وضعه، يعني اشتغلتيه واسع هيبان معاكي الغرز بنفس الشكل، وهيكون ممطوط كده. فبنقفل الغرز بطريقة الغرزة نفسها، يعني لو انا بختم البلاسيه بتاعي مثلا بغرزة عدلة ومقلوبة، واحنا عارفين ان البلاسيه بيتكون من غرزتين دول تحديدا بالنسبة للكروشيه التونسي، فبروح اعمل الغرزتين دول في كل غرزة خاصة بيها، بعمل غرزتها، ولكن باخد منزلقة زي ما انتم شايفين دلوقتي. ده حاجة بيكون حلو، بيكون حلو ولكن مش بيكون استك، يعني ده كده اقدر اقول عليه استك، لكن التاني مش استك، يعني هستخدمه وهيكون شكل انا عايزة اعمل بلاسيه، وانا عاملة قطعة هي اساسا كروشيه تونسي. ينفع ادخل فيها حاجة تانية؟ ينفع تدخلي فيها حاجة تانية. انا دخلت في كروشيه تونسي الكروشيه العادي اهو، ودخلت فيه كمان التريكو في الايس كاب ده، وكان البلاسيه بتاعه تريكو. تفتكروا انه اثر؟ ما اثرش ولا اي حاجه، ولكن لازم تعرفي حاجه، ان الملمس بتاع التريكو بيكون شويه رخو، حتى لو صغرتي حجم الابره بيكون رخو. فانتي لو اعتمادك الكلي على البلاسيه وحاسه ان هو هيكون مثلا في ديل كوفيه وهيتبهدل منك، مش هتقدري تحافظي عليه، لان التريكو معروف ان هو بيتجبد بسهوله، يعني لو شديت غرزه منه اهو تمام، مش هينفع ان انا اعمل كده والغرزه هترجع لحالها، فاهمني؟ فلو بتخافي قوي هيليق معاكي البلاسيه التونسي، وهيكون في الوقت نفسه عملي جدا. هيليق معاكي بلاسيه زي ده، ولكن خليكي حريصة ان انتي تنسي اخر غرزة من هنا، فيكون الصف معاكي مش واقف كده، تمام؟ فكل دي تفاصيل عن البلاسيه. استخدم مين فيهم؟ ده تبعا للحاجة اللي انتي هتشتغليها. بالنسبة لي انا لو عاوزة الكارديجان اللي انا بعمله مثلا يكون ماسك حاله كده، هستخدم البلاسيه اللي من النوع ده. مش هستخدم بلاسيه التريكو الا لو انا عامله غرزه الكارديجان مثلا تريكو نفسها، او كروشيه تونسي وتكون مثلا غرزه واسعه قوي، ومش عايزه البلاسيه يكون سميك، زي ما انتم شايفين البلاسيه اللي من النوع ده بيكون سميك شويه، فهروح على البلاسيه بتاع التريكو عادي او البلاسيه التونسي، واخف ايدي وانا شغاله عشان يطلع رخو بس مجرد منظر. عايزاه يكون متين قوي ويستحمل سنين طويله، هروح للبلاسيه التقليدي تماما بتاع الكروشيه العادي. عايزاه يكون وسط ما بين الاثنين، هروح للكروشيه التونسي.
وفي الاول والاخر هي افضلية. انتي بتحبي ملمس البليسيه ايه في الكولا او في الاساور او في الديل، هتبتدي ان انتي تشتغلي على الاساس ده. انا بفضل في البلوفرات لما يكون البلوفر غرزته سميكة زي الغرزة العدلة. اكيد مش هستخدم بليسيه كروشيه تونسي، لكن هروح استخدم بليسيه الكروشيه العادي. هستخدم بليسيه التونسي في انهي مرحلة تحديدا؟ لو انا عاوزاه مجرد منظر او الغرزة بتاعتي مش هيليق معها اي بليسيه، استخدم بليسيه التريكو لو انا عاملة حاجة بتكون ملمسها رخوة قوي ومش عايزة اتلف الملمس ده، او اخلي الديل بتاع الكاردي او الهودي اللي انا عاملاه يكون ضيق، عايزاه يكون بس مجرد منظر، اروح استخدم بليسيه التريكو او بليسيه كورشيه التونسي. فهمت قصدي؟ اتمنى اكون قدرت اوضح فكرة النهاردة ولو حاجة بسيطة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة، لسه مستمرين في افكارنا مش هنخلصها الا لما نخلص كل اسئلتكم. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة، باي.